كان صلى الله عليه وسلم يأمر بتغيير الشعر مخالفة للأعاجم. في كل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هو يدعو الناس إلى مخالفة الأعاجم، يدعو الناس إلى مخالفة الكفار. ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني هذه الأمة وهي تقلد أناس يكفرون بالله، بمعنى ما عندهم منهج، ما عندهم منهج رباني، ما عندهم منهج سماوي، ما عندهم منهج علوي، معناها وضعوا لأنفسهم مناهج ربما وافقت شهواتهم وعاداتهم. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجرد هذه الأمة من أن يقلدوا من يكفر بالله سبحانه وتعالى في عاداتهم، ويبني لهم قواما خاصا بهم وشخصية مستقلة. ولذلك كان الأعاجم لا يغيرون الشعر، والنبي صلى الله عليه وسلم سمح للصحابة بتغيير الشعر، وفيه محامد كثيرة، منها أن يعني في الجهاد يظهر الجيش كله شباب، ومنها علامة القوة والحيوية، صلى الله تعالى عليه وسلم. نعم.